الآن. مشاهدينا الكرام، موجز الثالثة لأهم وآخر الأخبار يأتيكم من ميسات، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق مجلس الأعمال المصرية البلغارية المشترك كآلية أساسية لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري خلال الفترة المقبلة. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره البلغاري رامن راديف، وذلك في ختام جلسة المباحثة الثنائية بينهما بقصر الاتحادية. من جانبه أشار راديف إلى دور السيسي في قيادة الدولة المصرية في سبيل إيجاد الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد عن اتجاه الحكومة لخصخصة مرفق السكك الحديدية عقب حدث محطة مصر، وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق أنه تواصل مع وزارة النقل والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أنه لا خصخصة لمرفق السكك الحديدية الذي يعد ملكا للدولة، وأن دور القطاع الخاص ينحصر في الاشتراك في تطوير المنشآت والمحطات والمزلقانات وخطوط السكك الحديدية. أكد دكتور محمد معيط وزير المالية استعداد مصر لإتاحة ونقل تجربتها الرائدة في إصلاح السياسات المالية والتوسع بميكنة المالية العامة لأشقائها من الدول الإفريقية. جاء ذلك خلال مشاركة معيط في الدورة 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة في دورتها 52 والمنعقدة بمدينة مراكش بالمغرب تحت عنوان السياسات المالية لتمويل التنمية المستدامة في إفريقيا. قضت محكمة النقد برفض طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بطلاعي حسم الإرهابية، وتأييد إدراج 145 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية. وكانت محكمة الجنايات القاهرة قد قضت بإدراج هؤلاء المتهمين على قوائم الإرهاب، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 من يونيو 2018. ورياضيا، يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مباراة ودية دولية أمام نظيره النيجيري في 7 مساء، وذلك في أولى وديات الفراعنة استعدادا لبطولة أمم أفريقيا. وجدير بالذكر أن نيجيريا لم تحقق أي فوز على مصر منذ عام 1990 خلال بطولة أمم أفريقيا بالجزائر، بعد أن شارك الفراعنة بالصف الثاني عقب قرار الجوهري بمشاركة الصف الثاني بدلا من المنتخب الأول عقب تأهلي لكأس العالم. نهاية الموجز، نشكركم على طيب المتابعة ونلقاكم في موجز جديد. إلى اللقاء.